أبحث والله إلى يومين ما نعستش صراحة إنجاز كبير بالنسبة لنا، لأنه هذه المرة دخلنا في ثوب البطل، ثوب المرشح، فكتكون الفرق مهيئة لك واحد الشكل كبير، وداك الشيء اللي كان ولاعبين في بلاد خارج بلادنا، يعني حتى كيكون عامل الأرض والجمهور. الحمد لله ما عانيناش من هذا الشيء كامل، لأنه مشينا بواحد التهيئ كان جيد جدا، وهذا في إطار الاستراتيجية اللي درت مع الجامعة الملكية. كان تخطيط أننا نكون في الريادة القارية على الصعيد الإفريقي والعربي، والحمد لله تتأتى لنا هذا الأمر هذا، وفرحنا بزاف كذلك بالتهنئة ديال سيدنا اللي الرياضي الأول اللي كيعتني والراعي بالرياضة في المغرب، وحس بهذا الإنجاز وافتخر بنا، وحنا كذلك كنفتخروا به وكنعتزوا بهذا اللقب الكبير اللي حققناه.